خلف الجيش الإسرائيلي دمارا كبيرا، وذلك بعد العملية العسكرية في مخيم نور شمس شرق تول كرم في الضفة الغربية التي استمرت أكثر من 50 ساعة، حيث هدم عددا من المنازل وفجر أخرى وقتل 14 شابا. جرى تشييعهم وسط حزن وغضب كبيرين في وقت عم فيه الإضراب الشامل والعام كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية، بدعوة من القوى والفصائل الفلسطينية على رأسها حركة فتح. ما أن تضع قدمك مخيم نور شمس لا تخطئ العين ما تبصر، في ظل حجم الدمار الكبير الذي خلفته القوات الإسرائيلية بعد العملية العسكرية التي شنتها على المخيم والتي استمرت لنحو 50 ساعة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي فيها 14 فلسطيني وأصاب العشرات، فيما دمر عددا من المنازل وحولها إلى أثر بعد عين. والآن الجرافات والآليات الفلسطينية تحاول ترميم ما دمرته الآليات العسكرية الإسرائيلية وشقت طرقات في محاولة لاستعادة بعض من أشكال الحياة في المخيم. دمار هائل بتاريخ مخيم نور شمس، من الانتفاضة الأولى للانتفاضة الثانية هذا الدمار ما صار، عشرات المنازل تم قصفها، شهداء من مسافة صفر تم إعدامهم، اشتباكات مسلحة عنيفة، انفجارات في كل أحياء المخيم، من جميع المداخل كان في حصار وقصف عشوائي على كل المدنيين في المخيم. وما لم تستطع الجرافات الإسرائيلية هدمه عمدت القوات الإسرائيلية لتفجيره عن بعد باستخدام القذائف والصواريخ، كما هو الحال هنا، حيث ادعى الجيش الإسرائيلي بأن هذا الموقع كان يستخدم لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فيما يقول شهود عيان بأن هذا الموقع هو عبارة عن مصلحة تجارية. ويروي لنا الطفل براء بدوية ما جرى. براء، إيش صار؟ تم تفخيخ المحل التجاري للبيض ومحل التلفونات، تفجيرهم وتفخيخهم، والعمارات الفوقيهم حركوهم وتفجروهم وفتشوهم، ضربوا صوتيات، فجروا الحلاق صالون الحلاكة حتى فجروه، خربوا كل الماكينة الآليات اللي جواته. على وقع الحزن والغضب شيع الفلسطينيون جثامين الشبان 14، فيما شل الإضراب العام كافة مناحي الحياة بالضفة الغربية، بدعوة من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح، تنديدا بالجريمة الإسرائيلية وتضامنا مع مخيم نور شمس. من مخيم نور شمس شرق طول كرم، فالح نصير فالح، الحدث.